أصدقاء من هنا، اليوم رجعت لكم بفيديو ازاي تحل مشكلة لا يوجد كاشيو في موقع شوب 2 جيمز. عرفت المشكلة اليوم بطاقة على جرينة بتقولك عايزين بطاقة جرينة، لا يهمك انا سوف احل لكم هذه المشكلة بطريقة صحيحة ان شاء الله. الساعة دلوقتي 10:08، هتيجوا تفتحوا موقع شوب 2 جيمز على الساعة 12 يا اما الساعة 1 عشان يوصل لكم ويجي لكم كاشو، وهي اللعبة اللي بتعمل التحديثات كده وبتقول كذا كذا عشان تعمل كاشو كل، ولما تيجي تشحن هتديك علوها عليها 100 جوهرة. وده هذا هو الفيديو، شكرا على التواصل معنا على الفيسبوك، هسيب لكم الرابط بتاع في الاسفل، وبلاش تشتركوا بالقناة، انزلوا اعملوا السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم.